إلى القلعة البيضاء، الزمالك يقرر إقالة الإسكتلندي ماك ليش من تدريب الفريق. قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إقالة الإسكتلندي أليكس ماكليش المدير الفني بعد تراجع فرص الفريق في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم بعد اتساع الفارق مع الأهلي المتصدر إلى 11 نقطة فضلا عن الأداء السيء الذي يقدمه الفريق. وقرر المجلس تكليف محمد حلمي بتولي المسؤولية الفنية مؤقتا بعد إقالة ماكليش على أن يعاونه كل من محمد صلاح وعبد الحليم علي، وذلك قبل مواجهة طلائع الجيش الثلاثاء المقبل.